دورينا مع محمد الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين إذاعة MBC FM في حلقة جديدة من برنامج دورينا، نستعرض من خلالها أبرز وآخر الأخبار الرياضية. يمكن نبدأها مع الخبر، لكن ما هو رياضي، خبر من قناة العربية الآن عاجل. السودان يعلن تضامنه مع السعودية ضد محاولات النيل منها باستغلال قضية خاشقجي. ما هي مستغربة من أشقائنا في دولة السودان. نرجع للرياضة، واليوم يعني لقاء يجمع الأشقاء المنتخب السعودي والمنتخب العراقي في البطولة الرباعية الدولية سوبر كلاسيكو، اللي بإذن الله بكرة راح تكون في تغطية خاصة لمواجهة الأرجنتين البرازيل الأرجنتين. نتكلم عن مواجهة اليوم، نبدأ مع هذا الخبر. أسندت اللجنة المنظمة للدورة الرباعية الدولية الودية سوبر كلاسيكو إدارة مباراة المنتخب السعودي والعراقي اليوم الاثنين على استاد جامعة الملك سعود إلى طاقم تحكيم أسترالي. وكشف الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر عن أسماء طاقم التحكيم، اللي يتكون من بيتر جرين حكم ساحة، يعاون أشلي بيشم مساعد أول، وأوين جولدريك مساعد ثاني، وجارد جيلت حكما رابعا، وكريس جونز حكما للفيديو. أتمنى كل التوفيق للأخضر السعودي. راح نقول أبرز أخبار منتخبنا إن شاء الله لهذه المواجهة. في ثلاثي راح تم استبعاده من قبل السيد بيتزي، ثلاثي يغادر المعسكر قبل ساعات من المواجهة، اللي هم اللاعبين سلمان الفرج، عبد العزيز الجبرين، ومحمد العويس. وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدير الفني إخوان بيتزي يسمح للفرج والجبرين بغادرة المعسكر واستكمال العلاج في الهلال والنصر في ظل عدم تأكد عدم مشاركتهم غدا، أو عفوا اليوم يعني. والحارس محمد العويس لعدم مشاركته في مواجهة يوم غدا لحصول على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية. إن شاء الله يكونون البدلاء محل الأساسيين ويكونون عون لبقية زملائهم في مواجهة اليوم أمام المنتخب العراقي. أراءكم توقعاتكم لهذه المواجهة على 0112-668-4488. نبدأ الحلقة مع هذا العمل المميز، أرضنا غيوم، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن والحان ياسر أبو علي، وغناء الفنانين العمالقة محمد عبدو، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، راشد الماتي. دورينا مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد مستمعين إذاعة MBC FM، بالتحديد برنامج دورينا، الحديث عن مواجهة الأخضر السعودي أمام الأخضر العراقي. أبرز الأخبار الخاصة في منتخبنا عن هذه المواجهة، بالأمس اختتم المنتخب تحضيراته على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض استعدادا لمواجهة المنتخب العراقي. المدير الفني للمنتخب طبق يعني عدد من الجمل التكتيكية خلال الميران، ركز على تنفيذ العرضيات المثالية والكرات الثابتة. من المتوقع أن يدفع بيتزي بالمهاجم عبد الفتاح آدم ولاعب الوسط يحيى الشهري في تشكيلة الأخضر اليوم. وكان المدرب طبعا استبعد الحارس محمد العويس زي ما ذكرنا سبب إصابته، وأيضا عبد العزيز الجبرين وسلمان الفرج. من جانب آخر أيضا خرج محمد البريك من حسابات المدير الفني للمنتخب السعودي، وأصيب بال يعني بالإنفلونزا بعد تدريب الأخضر الأخير قبل مواجهة الغد، ومن المنتظر أن يستعين بيتزي المدافع سعيد المولد في التشكيلة الأساسية غدا بدلا من محمد البريك. يعني من الأسماء المتوقع أن نشاهدها محمد الفتيل، محمد كنو، يحيى الشهري، والمهاجم عبد الفتاح آدم. المواجهة على ملعب جامعة الملك سعود، نتمنى إن شاء الله الحضور في هذه المواجهة المهمة للمنتخبين. رقم التواصل اللي حاب يشارك من خلال تواصله من خلال حساب إذاعة MBC FM على تويتر، حساب برنامج دورينا، حساب الشخصي محمد الإبراهيم. أذكر رقم التواصل 0112-668-4488. نتكلم اليوم عن
المنتخب السعودي والمنتخب العراقي مواجهتهم، توقعاتك للقاء الفريقين أو المنتخبين؟ نذكر أن آخر مواجهة أجمعت المنتخبين كانت في شهر فبراير في ملعب البصرة الدولي، وبمناسبة رفع الحظر عن الكرة وعن الملاعب العراقية والكرة العراقية. المباراة انتهت بفوز المنتخب العراقي بأربع أهداف مقابل هدف واحد لمنتخبنا. جاءت الأهداف عن طريق سعيد الربيعي، هدف في مرمى منتخبنا بالخطأ، عماد مجيد ومهند كاظم سجل هدفين، فيما سجل هدف منتخبنا الوحيد اللاعب حسن فلات أو حسن معاذ. مع أول اتصال نقول مساء الخير. ألو. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، حياك الله. أولا أسلم عليكم ونحييكم ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. تفضل، مين معي بس تكلمني من وين؟ معك تركي من الرياض. حياك الله يا تركي، تفضل يا تركي. اولا قبل اتكلم عن الرياضه نقول احنا صف واحد مع سيادتنا ومملكتنا الحبيبه، ما فيها شيء ضد اي استغلال واي تصرفات خارجيه. هذا الامر الاول اللي كنت بتكلم عنه. لكن الامر الثاني نقول ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في مباراه اليوم باذن الله، ونخرج ان شاء الله بفائده كبيره للتصفيات. طيب انت راح تحضر ان شاء الله؟ والله ان شاء الله باذن الله، بتحاول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. والامر الاخير بس الله يعافيك، ما ادري ملعب جامعه الملك سعود هو ملعب نادي الهلال في جامعه الملك سعود ولا ملعب جامعه الملك سعود؟ هو في الاساس الملعب جامعه الملك سعود، لكن نادي الهلال يعني يلعب في مبارياته. لا مو في عقد بينهم في عقد. نعم نعم. لا هل يسمى ملعب جامعة سعود ولا ملعب نادي الهلال في جامعة؟ هو جامعة الملك سعود الهلاليين أطلقوا عليه محيط الرعب، لكن اليوم يلعب فيه الأخضر. نعم بس يشيد أقصد أنا بس تفيد منكم فقط يعني. لا هذا وضحنا لك إياها، تفضل. لك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. رح نطلع الفاصل الإعلاني أول وبعده مكملين المشوار، مشوار دورينا والحديث عن مواجهة المنتخب السعودي أمام المنتخب دورينا مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد في دورينا مصين المشوار. عندنا مجموعة من الأخبار الخاصة في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين راح نستعرضها لكم، لكن قبلها ناخذ اتصال الحديث عن مباراة اليوم. نقول مساء الخير. ألو. مساء طيب، نعتذر، اتصال ثاني. مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بك، حياك الله. الله يسعدك. ممكن نشارك؟ أكيد، أنت على الهواء، تعرفنا باسمك ومن وين تكلم. أبو إبراهيم الله يبارك فيك من الرياض. حياك يا أبو إبراهيم، تفضل يا أبو إبراهيم. المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي، آخر مرة عدهم مغلبونا على ملعبهم، فاليوم إن شاء الله نردها لهم حتى لو كانت ودية. تفضل، قصر على صوت الإذاعة أبو إبراهيم وتفضل نسمع رأيك في المباراة. الله يبارك فيك. أنا أول شيء بس أحب أشيد بجهود أبناء هذا الوطن في الحملة الشرسة التي يقودها أعداء هذا البلد. نعم. وحدتنا وأمننا وأماننا في كل صف. يعني نقول أن أبناء هذا الوطن سطروا ملحمة كبيرة في تلاحمهم مع قيادتهم. نعم. ولعلهم سدوا ثغرة إعلامية تبدو واضحة لدينا. نعود للرياض لأن الموضوع ذو شجون في الجانب الإعلامي
الذي أشعر أنه لم يواكب البلد الذي ينتمي إليه في مواجهة هذه الحملة الشرسة. شكراً أبناء الوطن، شكراً أبناء المملكة العربية السعودية. إحنا نقول بعض الإعلام عشان لا نعمم. أول بعض لك أخوي الغالي، يعني هذا مشاهد وملموس، لكن يكفينا ويعني يزيدنا فخراً أن أبناء هذا البلد يمثلون الإعلاميين. نعم، هم خط الدفاع الأول الشعب السعودي. هذا الكلام طيب. اللي يعني يهون من نفسه. مباراة إن شاء الله المنتخب اليوم مباراة استعدادية، أجزم يقين أنها لن تكون مثل مباراة البرازيل، وقد يخسر المنتخب السعودي. نعم، ولكن على المدرب نستفيد من بعض الأخطاء والثغرات التي لديه. أمامنا كأس غالية، منتخب بطل هذه المسابقة كأس آسيا لثلاث مرات، لعب أكثر من نهائي، هو المرشح العادة للحصول على هذه البطولة. أتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي، وأسأل الله لنا ولكم إن شاء الله السعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله. يعطيك العافية أبو إبراهيم، شكرا على مشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير. مساء الخير. ألو. يا هلا ومرحبا، تقصر على صوت الإذاعة وتفضل نسمعك. السلام عليكم. يا هلا بك، حياك الله، تعرفني باسمك ونتكلم عن مواجهة المنتخب السعودي والعراقي، تفضل. وليد العنزي صديق البرنامج. حياك الله يا وليد. الله يخليك. بالنسبة للقاء المنتخب اليوم، المنتخب العراقي يعني أكيد هي قمة عربية آسيوية، واللقاءات السابقة تشهد على أنها قمة، لا شك في ذلك يعني. بالتوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله، لأنهم هم غلبون المباراة الأخيرة، فإن شاء الله بإذن الله. طيب اليوم في أسماء راح تغيب عن المنتخب السعودي، أسماء شاهدناها أمام المنتخب البرازيلي، نتكلم عن محمد عويس بسبب الطرد، نتكلم سمال الفرج بسبب الإصابة، نتكلم أيضا عن عبد العزيز الجبرين ما راح يكون متواجد بسبب الإصابة، ومحمد البريك كذلك. البدلاء متوقع أن نشوف اليوم يعني يحيى الشهري، عبد الفتاح آدم، محمد كنو، هذه الأسماء. شوف أنا أشوف الإصابات يعني رب نافعة ضارة، يعني يكون في تجانس، يكون في تدوير في اللعيبة. نعم. والموجودين يعني فيهم خير وبركة إن شاء الله. النقطة الثانية أخوي محمد، تفضل وليد. بالنسبة للملعب الجامعة اللي هو ملعب محيط الرعب يعني اللي نعرف فيه، يعني وين الناس اللي قبل كانت تطالب في الملعب هذا؟ طيب ليش يعني ما صار حلو الملعب إلا لما الهلال استفاد من الملعب هذا؟ يعني ليش صار الملعب هذا هو اللي محط انظار للجميع؟ يعني راح تنتهي إن شاء الله هذه راح تنتهي هذه الأزمة، والملعب أصلا مرشح إنه يكون نادي الشباب، والأندية الأربعة راح يكون بإذن الله عندها كل نادي له ملعب. حتى في المرحلة المقبلة الاتفاق وتعاونه والرائد راح يكون. وعلى طاري الملعب عندنا خبر عن ملاعب نادي الرائد، بس نخلص يعني معك تفضل. بالنسبة لمباراة المنتخب العراق ما في مشكلة، بس أنه تقام مصارعة على ملعب الجامعة، يعني ما ودنا نتكلم بعد ونفتح طيب. باب يعني. طيب يعطيك العافية، عندك كلام حول الملعب، يعني هذا الموضوع حسم من هيئة العامة للرياضة، موضوع الملاعب، الأندية الكبيرة راح يكون لها ملاعب، وأيضا في خطة مستقبلية أن كل نادي راح يملك الملعب الخاص فيه. اليوم على طاري موضوع الملاعب، وجه مع المستشار تركي آل الشيخ بالأمس الأحد بصيانة وتأهيل ملاعب الرائد بصورة عاجلة، منهيا معاناة النادي القصيمي المستمر منذ سنوات. ونقل الحساب الرسمي للرائد على تويتر شكر فهد المطوع رئيس النادي اللي قال الشيخ على التكليف فريق الصيانة التابع لهيئة الرياضة بتأهيل ملاعب الرائد. كما أيضا وجه فهد المطوع شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد موافقته على تأدية فريق الرائد الأول تدريباته على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. نكمل مع شوي مجموعة من الأخبار. نادي الفيصلي أعلن بالأمس عن تعاقده مع المدرب البرازيلي بريكلس تشاموسكا حتى نهاية الموسم الجاري، هذا اللي أشار له حساب النادي في تويتر إلى أن التوقيع جاء بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة
موجهة الشكر عبر رئيسة فهد المدلج إلى آل الشيخ على دعمه الكبير. طبعا المدرب يبلغ من العمر 53 عام، سبق له العمل في المنطقة من خلال تدريب أندية العربي والجيش والغرافة بقطر والشعب الإماراتي، نادي الشعب الإماراتي الذي كان آخر محطاته في العام الماضي. من جانب آخر أيضا أعلن نادي الفيحة السعودي إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني غوستافو كوستاس، أنهوا التعاقد معه وأسندوا المهمة للصربي سيلافو لوب موسلين بعد مرور 5 جولات فقط من المسابقة. وقاد موسلين 65 عام يبلغ من العمر صربيا للتأهل لمونديال روسيا، لكن تم الاستغناء عنه بشكل مفاجئ قبل النهائيات، وسبق لتدريب عدة أندية في فرنسا وروسيا وبلجيكا، كما قاد الرجاء البيضاوي المغربي عام 98. نكمل المشوار، نروح للاتصالات ونقول مساء الخير. ألو، يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا يا هلا يا أبو محمد، حياك الله. صديق البرنامج الدائم، بخصوص المباراة الودية اليوم، نعم، المنتخب السعودي، أتمنى أن كل لاعب لعيبة المنتخب يحس بكاهل مسيحية، ويعتبر هذا رد فعل المباراة الأخيرة في العراق. فازوا علينا أيام ربيع الحمر عن فازوا علينا 4-1 تقريبا أو 4-0. نعم، اليوم أنا لازم نفوز، خاصة الفرق الآسيوية اللي راح تقابل في آسيا نفس مستوى تقريبا العراق، أو إن كان المنطقة الإماراتية يعني سوريا لبنان إسرائيل، مباراة ودية خلاص تحصيل حاصل، لا مطلوب الفوز وبأكثر من هدف خاصة لما تلعب في الجارة. جميل، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لمشاركتك. احنا راح نطلع فاصل إعلاني وبعد مكملين مشوار دورينا وجهة نظر إعلامية حول دورينا مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد مستمعين إذاعة MBC FM في برنامج دورينا. راح نواصل الحديث عن مواجهة اليوم اللي تجمع المنتخبين الشقيقين، المنتخب السعودي والعراقي. طبعا ذكرت لكم في بداية الحلقة أن المنتخبين سبق أن التقوا في نفس هذه السنة شهر 2 بالتحديد تاريخ 28/2، مواجهة دولية ودية جمعتهم في ملعب البصرة الدولي بمناسبة رفع الحظر عن الملاعب العراقية وأيضا عن الرياضة العراقية بشكل عام بدعم الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة العراق. اليوم تتكرر هذه المواجهة، ويسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم الزميل العزيز والقدير الزميل ماجد التويجري. نرحب فيك زميلي ماجد أبو تركي، حياك الله. الله يحييك يا محمد، سعيد بالتواجد معك. الله يسلمك. دائما ما تجمعنا هذه المواجهة، أنت كنت من أحد الزملاء اللي غطوا هذه المواجهة، وكان لك العديد من التقارير المميزة، وحتى كان لك أيضا تشرفنا بوجودك معنا في دورينا وقت تغطية مباراة المنتخب العراقي والمنتخب السعودي اللي أقيمت في ملعب البصرة الدولي. ما بين هذه المباراة ومباراة اليوم، وش اللي تغير في المنتخبين؟ شوف، أنا في رأيي هذيك مباراة، يعني وإن كانت كل المباراتين محمد هي في النهاية ودية وتأخذ طابع الإعداد لمرحلة معينة. المنتخب وقتها لما راح البصرة كان يحضر ويستعد إلى مونديال روسيا، الإخوان في العراق ما بين التصفيات وما بين الإعداد والتحضير إلى كأس أمم آسيا وأمور كثيرة، لكن في النهاية في فوارق كبيرة بين المواجهتين. لو تتذكر بالنسبة للمنتخب السعودي، يعني كان برضو وقتها تم استدعاء محمد الشلهوب الأسطورة واللاعب المخضرم، وأيضا استدعي برضو حسين عبد الغني اللي اعتذر لارتباطه في يعني تلقى الاتحاد السعودي اعتذار من الاتحاد البلغاري بدعوى ارتباطه مع نادي. فواضح أساسا من القائمة اللي تم اختيارها ذاك الوقت من قبل يعني مدرب المنتخب السعودي والجهاز الفني ومباركة أيضا من الاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة،
بأنها يعني مباراة أشبه ما تكون بأنها مهرجان كروي تكريمي للأشقاء والإخوان في العراق. طبعا ما أقول الكلام محمد بدعوى النتيجة اللي وصلت إلى 4 أهداف مقابل هدف واحد، لا، بس واقعيا ما كانت القائمة تأخذ يعني الشكل العام لقائمة أساسية تمثل الأخضر في مباراة استعدادية فعلية إلى روسيا. على أي حال، نعم، كانت يعني كرة يعني مهرجان كروي وكرنفال كروي غير عادي. دائما أنا أسمع محمد في مسألة جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، لكني فعلا شفته على أرض الواقع مع الجمهور العراقي، جمهور غير عادي أبدا أبدا أبدا، جمهور متشوق ومتذوق لكرة القدم بطريقة عجيبة. وشخصيا لا أبالغ إذا قلت لم أشاهد جماهير عربية بهذا يعني بهذا الاندفاع بهذا الحب لكرة القدم بشكل لا يمكن وصفه بصراحة. وللمعلومية، الناس شاهدت عدد الجمهور الكبير اللي كان غطى أستاذ البصرة بالكامل. وبالمناسبة ولا أبالغ إذا قلت نفس هذا العدد ويمكن يزود كان خارج أسوار الملعب وكان متشفق ومتشوق إنه يدخل. على أي حال، أنا في نظري أنه الصورة مختلفة تماما اليوم في هذه المباراة الودية. مباراة ودية يعني هو ديربي خليجي مهم جدا، يحمل تاريخ كبير جدا، صحيح. سجل يا تاريخ واكتب يا زمن، كل هذه المعطيات ستكون حاضرة في مباراة الليلة. المنتخب السعودي اللي يخوفني دائما من المنتخب السعودي ومن المجموعة اللي تمثل المنتخب السعودي حاليا بأنه يا محمد بصراحة هم حبة فوق وحبة تحت. يعني من شاهد آخر مباراتين إعدادية إلى مونديال روسيا يشعر بأننا بصراحة حنكسر الدنيا. احنا بالفعل حققنا ثاني افضل مشاركة على مستوى كؤوس العالم بعد 94، لكن ليس من المعقول ولا حتى المقبول ان تقدم هذا المستوى قدام المانيا وقدام ايطاليا وتكون ند قوي جدا في مباريات ودية بكامل نجومهم، وبعدين تكون المفاجأة محمد في روسيا أمام حتى وإن كان منتخب وصل إلى كأس دور الثمانية. خلينا نكون واقعين، في معطيات كبيرة ساعدت المنتخب الروسي أنه يكون بهذا الشكل، لكن ليس ذاك المنتخب البعبع ولا الوحش الكروي اللي تخاف منه. فبالتالي المنتخب السعودي حتى وإن ظهر أمام البرازيل بهذا الأداء وفاز منتخب السامبا بقيادة يعني أو بحضور كامل نجومه بصعوبة بالغة وتسجل هدف الثاني في الوقت بدل الضائع وبعد حالة طرد لحارس المرمى اللي كان متمكن جدا في مرمى محمد العويس، أنا أقول لك أني لست يعني مطمن لمباراة اليوم. نعم، وإن كانت ودية لكن حتى وهي ودية إذا تسمح لي بس، اليوم المنتخب العراقي بعد خسارة أمام المنتخب الأرجنتيني 4 أهداف، المنتخب السعودي خسارة أمام البرازيل، المنتخبين يبحثون اليوم أنهم يعكسون صورة أمام جماهيرهم على استعداداتهم في هذه الفترة. صحيح. لا ومحمد مش بس هذه النقطة، أنت لما تتكلم مثلا على مستوى ديربي محلي نصر وهلال، أهلي واتحاد، على مستوى ديربي في مصر الأهلي والزمالك، وقس عليها بقية الديربيات في الوطن العربي، زين، أنت لو يلعب النصر والهلال يعني في مباراة ودية، لو لعبوا مباراة ودية ستجد جماهير الفريقين متعطشين، وممكن تكون يعني لو حدث نتيجة عكسية لأي من الفريقين تكون ذكريات عالقة وما تنسي وتاريخ يعني مسجل. يمكن نرجع يعني لها هذا الموسم مباراة الهلال والشباب الودية، صحيح، نتيجتها حتى وكانت ودية ولكن الشبابيين هزت الشبابيين هز على فكرة، أكيد هزتهم هز، وهزت ثقة الجماهير وهزت ثقة الإعلام، وكانت يعني أشياء قرارات تغيرت داخل أروقة النادي الشباب بسبب هذه النتيجة وإن كانت مباراة ودية. وتتذكر خالد القرون إيش كان وضعه، يعني مسكين تشعر بأنها من المآسي اللي سجلت أيضا في تاريخه كمدرب. في النهاية أرجع وأقول بأنه حتى أنا كنت في لقاء صدى الملاعب أمس مع مدرب المنتخب العراقي،
كان يثني على المنتخب السعودي، لكنه يؤكد بأنه النتيجة اللي تحققت للمنتخبين والأداء اللي حدث للمنتخبين ما بين الأرجنتين والبرازيل ربما لا ينعكس 100% على الأداء اليوم. وبالمناسبة حتى في التقارير اللي أنا شفتها من الإعلام العراقي واضح ان راح الجهاز الفني عندهم راح يجري تبديلات واضحه على التشكيله اللي لعبت المباراه الاولى، وواضح جدا ايضا من طريقه الاداء انه راح ينهج اسلوب هجومي. ولا تنسى بانه الارجنتيني اخوان انطونيو في المباراه الاولى لعب باسلوب يعني حذر، امتعي لكنه لعب باسلوب حذر، وكان بالمناسبه كنا نشعر بأننا نفتقد تماما إلى المهاجم القادر، ما في مهاجم أساسا صريح. فاليوم إذا العراق لعبت بأسلوب هجومي وأنت ما عندك مهاجم صريح حتتعب كثير صراحة. صحيح. طب اليوم نتكلم عن الأسماء اللي راح تشارك مع المنتخب السعودي، نتكلم عن غيابات كثيرة، لكن اليوم متوقع أن نشوف يحيى الشهري، متوقع نشوف عبد الفتاح آدم، محمد كنو، محمد ألفتيل، هذا بحسب الأخبار. صحيح. شوف محمد، حتى برضو كل واقعيين ومنطقيين في تحليل الأمور. اليوم أنت حتى الأسماء اللي ذكرتها من الممكن أن تحل بديلة مثلا لسلمان الفرج أو للبريك أو غيره أو غيره، لأن البريك طلع غادر المعسكر السعيد المولى بدعوة الانفلونزا. لما تتكلم بصراحة عن سعيد المولد ولا كنو ولا يحيى الشهري، بصراحة تتحدث محمد عن أسماء، يعني عن أسماء ذو قيمة فنية عالية، من الممكن أي واحد منهم أن يكون إضافة، ومن الممكن أن يكون أفضل يعني في مباراة يكون في يومه يكون أفضل من الاسم اللي أنت معول عليه أنه يكون أساسي. أي نعم، سلمان فرج ظهر أمام يعني على فكرة كنا نتكلم يعني في نفس البرنامج على موضوع أنه سلمان الفرج كان في هاشتاج أو سؤال أو كذا أنه سلمان الفرج وسالم الدوسري ليسوا في مستواهم ولم يعودوا قادرين على خدمة المنتخب بالشكل المطلوب ولا حتى الهلال. فأنا كنت أقول كلمة واحدة بأنه النجم اللي بمستوى السوبر ستار الفعلي هذا حتى وإن كان مش في يومه في مباراة حتما سيعود. شفنا سلمان فرج وسط مباراة مفتوحة أمام واحد من أفضل منتخبات العالم، بطل لخمس مرات، يعني يقدم أعلى المستويات، لدرجة أنه أنا عندي معلومات مؤكدة أنه لاعبين داخل أرض الملعب سألوا هل فعلا هذا لاعب سعودي ولا لا في المنتخب البرازيلي. هذه كلها معطيات في تقديري. يعني عودة للسؤال، هم أثنوا عليه كثير بعد المباراة، حتى الصحف وحتى في تويتر أكثر من مغرد برازيلي تابع المباراة وكانوا يتكلمون عنه في هاشتاج المباراة. صحيح. يعني عودة إلى سؤالك وإجابة على سؤالك، أنا في تقديري بأنه اليوم الكرة السعودية تمتلك يعني ما لا يقل عن 30 اسم، يعني لو بتفصفصهم من عدد من الأندية اللي اليوم كل الأندية صح مستواها ليس بالبعيد عن بعض، والدليل نتائج الدوري في المرحلة الماضية ووجود الثمانية جانب، لكن رغم ذلك ووجود الثمانية جانب لازلنا نشاهد عطاءات للاعب السعودي متميزة، عطاءات للاعب السعودي تستطيع أنها تنهض بالكرة السعودية من جديد. نحتاج إلى أن يعني نقرص عليهم شوي في حكاية التعامل مع يعني الروح يعني والضغوط، يعني ترى مباراة ألمانيا وإيطاليا والبرازيل هذه ودية، فاللعيبة يلعبون يستمتعون بثقة، لكن المحك الحقيقي المباريات الرسمية، فهذا اللي نتمنى بيتزي. بس محمد في المقابل أمام الأرجواي وأمام المنتخب المصري، المنتخب اللي يلعب فيه واحد من المرشحين لفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم محمد صلاح لاعب ليفربول، شاهدنا المنتخب السعودي يقدم عطاء ونتيجة على أعلى مستوى. فاللي أبغى أرجع وأقوله أنه يعني لازم تجيك هزة عشان صحصحك يا أخي، صحصح من البداية من بدري يا أخي. يعني تخيل لو الروح اللي مر عليها اللاعب السعودي أمام المنتخب الأرجواي وأمام منتخب مصر والعطاء كانوا عليها ممدح، أنا أقول لك يعني الواحد ما نبغى لو لكن واقعيا على أرض الواقع ما شفنا شيء أمام روسيا وتبدل الحال تماما، حتى أصابنا اليأس، لكن شفنا يعني عمل إيجابي وكبير جدا أمام الأرجواي رغم الخسارة بهدف،
وشفنا أداء ونتيجة أمام مصر. لذلك إحنا نحتاج في كأس آسيا، أمم آسيا، في دولة الإمارات الحبيبة اللي حققنا منها كأس آسيا 96 بحضور الأسطورة حسين عبد الغني، وحسين عبد الغني اليوم موجود وإن شاء الله يقدر يكون مقنع للمدرب ويستمر حضوره ويكون موجود معانا في نهائيات أمم آسيا في الإمارات ويتكرر الإنجاز، نقول صحصحوا من البداية، لا تفوتون الفرصة، كل ثانية في مباراة تعني بطولة. صحيح. أوكي؟ وأنا أقول يعني في مغردين كثير، وأنت قبل شوي عويت السيد في المغردين، في مغردين كثير أثنوا على وجود حسين عبد الغني حتى في عملية الروح. أنا أتصور يعني في لاعب أثق فيه من لعيبة النصر يقول لي هل تعلم سر الروح اللي كانت موجودة في النصر 2014 و2015؟ قلت له مين؟ قال لي حسين عبد الغني بالدرجة الأولى ومحمد نور بالدرجة الثانية. بمعنى أنه اللاعب الخبير حتى وأن ما قدر يضيف لك فنيا 100% مثل ما أنت تطمح، هو قادر أن يسجل إضافة كبيرة من الناحية المعنوية. نعم، وهذا شيء كل الوسط الإعلامي متفق عليه، أن منتخبنا يفقد القائد في العشر سنوات الأخيرة بدون مبالغة، مع كل احترام للموجودين. أتفق معك تماما، رغم أنه في مراحل يعني كان فيها سعود كريري، كان فيها كذا، كانت مراحل يعني خلنا نقول فوق الجيدة جدا، لكن في المقابل أنه عملية القائد الحقيقي، القائد الفعلي اللي بمواصفات صالح معيمة ومحمد نور وعد عليها يعني حتى في الدوري تعاني الأندية عدم وجود قائد في الدوري. صحيح. طيب إذا تسمح لي زميلنا ماجد تواجي، راح نطلع فاصل وبعد الفاصل راح نتكلم عن البطولة الرباعية بشكل عام، عن هذه البطولة. فاصل وراجعين لكم من جديد مستمعين MBC FM. برنامج دورينا مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد في دورينا، مكملين المشوار والحديث عن البطولة الرباعية الدولية سوبر كلاسيكو. نواصل الحديث مع الزميل العزيز ماجد التواجري، أرحب فيك من جديد أبو تركي. الله يحييك محمد. طيب الحين بنتكلم ما شاء الله عليك يعني من الزملاء اللي عصرت بطولات كثيرة سواء كانت رسمية أو ودية، اليوم هذه البطولة الرباعية الودية كيف تنظر لها وتنظر يعني خلنا نقول من جميع النواحي، المنتخبات المشاركة، الحضور الجماهيري، المتعة الفنية؟ تفضل. شوف محمد، لا يمكن وليس بالسهل، وليس بالسهل، خلنا نخليها ليس بالسهل. نعم. أن تقوم بإحضار منتخب البرازيل، أوكي، بنيمار وعد رفقائه، ومنتخب الأرجنتين ولا ينقصهم كاسم، واسم طبعا مهم وحرمته عملية الإصابة وعدم الجاهزية إلا ميسي، تحضرهم بهذا التوقيت، الدوليات شغالة وعلى أيام فيفا دي تحضر الحين، كم يعني إذا بتعدها كم مكث منتخب الأرجنتين في الرياض؟ نتكلم عن تقريبا قرابة الأسبوع، رقم يعني رقم من الأيام مش سهل. وبعدين وين؟ شوف أنت ردة فعل اللعيبة البرازيليين والأرجنتينيين عن طريق السوشيال ميديا. صح. كيف قدرنا نعطي صورة متميزة جدا 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 عن المملكة العربية السعودية؟ اليوم أن تستغل مناسبة قوية يعني إيصال الثقافات، هذه حاجة مش سهلة، أن يجي لاعبين يعني تتكلم عن يعني بعض اللاعبين ميزانيتهم ميزانية عقد دولة لمدة عام كامل، وهو العام كامل له هو شخصيا، يجي ويشاهد هذه الثقافات ويجي ويسوي عليها ردة فعل من خلال صور ينشرها، من خلال فيديوهات ينشرها، من خلال عبارات جميلة ينشرها. شفنا 6 إلى 7 لاعبين بارزين جدا يتغنون بالمملكة العربية السعودية. إذا أنت أصبت واحد من أهم الأهداف، إضافة إلى ذلك أن يلعب المنتخب السعودي وحتى المنتخب العراقي الشقيق وهم يستاهلون، أن تلعب أمام البرازيل مباراة وتلعب أمام منتخب العراق مباراة، الأرجنتين يلعب قدامها المنتخب العراقي، ثم كلاسيكو عالي وكبير جدا على مستوى فعلا كلاسيكو سوبر حقيقي من أمريكا الجنوبية، منتخبات بطلة تلتقي في الجوهرة،
ونفذت التذاكر المباراة بكرة، ونفذت التذاكر من يومين، تتحدث عن قرابة 70,000 متفرج. كل هذا عمل جبار. يجب أن نقول فعليا الهيئة العامة للرياضة، الناس دائما يقولون أنتم مطبلين، نقول ما نبغى نسمي، ما نبغى نقول تركي على الشيخ الآن، نقول الهيئة العامة للرياضة نقلت الرياضة السعودية خلال عام زمني نقلة كبيرة جدا جدا جدا، أثمرت عن مكتسبات غير عادية على مستويات. يعني أنا محمد كلام دائما أكرره وقلته لأكثر من زميل وقلته في أكثر من يعني محطة إعلامية، بصراحة بصريح العبارة لو أنا أتناقش أنا وياك في جلسة خاصة قبل بالضبط 13 شهر وأقول لك يا محمد حيصير في مصارعة وحيصير في تنس وحيصير في سترانج وحيصير في بلوت وحيصير، تقول لي يا ماجد ايش قاعد تحلم فيه؟ ولا بتقول يا أخي هذا يا أخي كبر في السن وإعلاميا له كم سنة وما أدري إيش بدأ يخذرف. واقعيا فعلا اللي إحنا قاعدين نعيشه محمد نقلة على كافة المستويات. نختصرها وننهيها في هذا الحديث عن أنه سوبر الكلاسيكو اللي قاعد يصير، هذه الدورة الدولية مفيدة على كافة المستويات، شكرا لمن كان سبب فيها. نعم، وزي ما ذكر بالأمس زميل عيسى الجوكم أن اليوم مع المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للرياضة الأحلام أصبحت واقع إحنا نعيشها ما صحيح. نحلم فيه فقط. طيب صحيح. أنا باخذك زميلي ماجد إذا تسمح لي، عندنا زملاء ما شاء الله يعني في مجموعة الام بي سي بالتحديد برنامج صدى الملاعب زملاء من العراق الشقيقة، صارت تحديات بينكم ولا لسه؟ والله حيدر الوتار واحد منهم. شوف حيدر وحسين الطائي ومقضم عمار علي، الواقع إن شوف حيدر مش على ما يقولون حمش في عملية تحديات وكذا فيها. الأستاذ حيدر يعني وهو أستاذ ومعلم كبير أكيد. صراحة ونتعلم منه ويقدم عمل جبار وكذا. الوجوه الشابة اللي لسه يعني حتى عمرهم في صدر الملاعب مش كبير، أنا قاعدة يعني أتناوش أنا وياهم، تحدث عن حسين الطائي والشباب اللي غادروا في مرحلة من المراحل زي عمار علي الله يعطيه الصحة والعافية، وأيضا سلام المناصير اللي قدم لنا من أوروبا رسالة يعني شبه أسبوعية جميلة من لندن. هذولا يعني اليوم متحدين ويمكن يصير فيها بعد عشاء، بس ما ندري العشاء عاد بيصير في لندن ولا في دبي ولا في الرياض. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للزملاء وللمنتخبين الشقيقين، وهي مباراة ودية لكن احنا اليوم طمعنين بالمستوى الفني وطمعنين حتى بالنتيجة سواء المنتخبنا السعودي او العراقي. ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. كل الشكر لك زميلنا العزيز ماجد التويتري. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا وصلنا معكم تقريبا ختام برنامج حلقة دورينا اليوم، راح نختم بما أن احنا نتكلم عن الأجواء الرياضية بهذا العمل المميز اللي ما يخلي من أي مدرج وأي محفل رددناها في روسيا ورددها في كل مكان، هذا العمل الجميل اللي قدمه الفنان علي عبد الكريم، نتمنى اليوم نسمعها في جامعة الملك سعود.